المناسبات المطابخ حقت المناسبات والولائم يسموها دولاب. ليه؟ لأنه بيشتغل بكميات كبيرة، فكانوا يعني وقت المعازيم يروحوا للدولاب ويعملوا طبختهم. طبعا ما شاء الله في طباخين مشاهير من أهل مكة من زمان، العم مروان وكثير يعني ما شاء الله تبارك الله انشهروا بالمطابخ، دولاب العم ناصر دقنة، دولاب العم مروان، هذه كلها من المطابخ القديمة، الباني، يعني كلها هذه مطابخ الطباخين اللي دحين اتعلموا منهم كثير من المطابخ هذه، لأنه هذول أهل خبرة في السوق.